اهلا اهلا بالصايع، كنت فين يا صايع؟ انا كنت في الدرس. درس مين يا صايع؟ درس المستر خالد. وانا كل ما اقول لك كنت فين تقول لي في درس المستر خالد. عادي صدفة. ليه ان شاء الله كل يوم صدفة؟ المستر خالد شغال تبع المبادرة كلنا واحد. هو بيدينا 7 حصص في الاسبوع. لا هرن عليه واشوف الكلام ده بقى. رن عليه واسأليه كمان انا عامل معاه ايه. رن لي عليه كده. الو مصر. امرك ايه؟ مين معاي؟ ولد مازن يا مصر. اهلا اهلا مازن. ده مازن ده من الممتازين. هو انا سألتك عليه من غير ما تسأل؟ طب يا مصر انت بتديه كام حصة في الاسبوع؟ 3 حصص ليه هو، اما باقي المجموعة 3 حصص. اشمعنى هو 7 يا مصر؟ عشان هو طالب متفوق. ماشي يا مصر، عاوز حاجة؟ لا لا الله يخليك حاجة. ماشي خش بقى ذاكر. ماشي. بص يا مصر، هو بيرن عليك وقالك عامل معاك ايه؟ يقول ممتاز. بس اهم حاجة لازم عيب عليك يا مصر، الحصة الجاية هجيب لك بتزاي وفيها 200 جنيه. ماشي. بس لو سألك بتديني كام حصة هتقول له 7 حصص. يا عم طالما فيها ما كانش اهم حاجة. خلصانة يا مصر، السلام عليكم.